ينضم إلينا عبر الهاتف من كوفنتري سيد رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري. سيد رامي أهلا بك، أبدأ معك من حصيلة القصف الإسرائيلي الذي طال منطقة في دمشق. نعم طال كفرسوسة، صباح الخير. طبعا طال منطقة كفرسوسة حتى اللحظة، من ضمن الذين تأكد منهم هناك 4 من العسكريين بين ضباط يعني بقوات النظام، ولم نعلم حتى اللحظة إذا ما كان هناك شخصية إيرانية أو حتى شخصية من الجهاد الإسلامي من الصف الأول مثل ما يجري تداوله بسبب الاستهداف الإسرائيلي. لكن إلى الآن الهويات الأخرى مجهولة، الذين قتلوا في هذا الاستهداف هوية سيدة أيضا صيدلانية لم تقتل في ذات المنطقة، قتلت بمنطقة قرب منها أو فشدت نتيجة تساقط شظايا صواريخ حقيقة الأمر على منطقة المزرعة. من المستهدف؟ هل المستهدف هو اجتماع؟ هل الضباط الذين قتلوا في هذه المنطقة هل هم من قاطني هذا البناء؟ هل هم كانوا في اجتماع مع قيادات من فيلق القدس بناء الجهاد الإسلامي؟ لا نستطيع التأكيد أو النفي حقيقة الأمر، ولكن بشكل قطعي بأن الاستهداف على هذه المنطقة المدنية هو إسرائيلي وبالقرب من هذا المبنى وليس بعيدا عنه والقرب. سيد رامي، كان لكم تصريحات قبل ذلك، تحدثتم عن أن هذه الموقع أو هذا الموقع الذي تم استهدافه من قبل الطيران الإسرائيلي لمجموعات إيرانية، مركز ثقافي إيراني، مركز ثقافي إيراني موجود في تلك المنطقة، وهناك تردد للعاملين في المركز لفيلق القدس على هذه المنطقة، هل هم يقتلون في هذا المبنى؟ يعني كل القاطنين في المبنى لا يعلمون من يقتل في الشقة المجاورة، ونحن شاهدنا أن المبنى مبنى كبير يعني حقيقة الأمر. هل الضباط حقيقة الأمر كانوا هم من القاطنين في هذا المبنى؟ ولماذا ضباط موجودين يعني ضمن الحصيلة الأكبر من الخسائر البشرية؟ هل كانوا في اجتماع؟ يعني حقيقة الأمر إلى الآن لا نعلم من يعلم من قتل من الشخصيات القيادية أو أصيب، فقط إسرائيل التي استهدفت أو حركة الجهاد الإسلامي إن كان بالفعل قائد سرايا القدس هو الذي استهدف أو الفيلق القدس من الحرس الثوري الإيراني. سيد رامي، تكرار هذا الاستهداف ربما يحمل رسائل مبطنة، ما هي برأيكم؟ يعني رسائل إسرائيل واضحة بأنها سوف تستمر باستهداف التراب السوري على الرغم من هذا الزلزال. نشاهد بأن الشعب السوري يقتل بطرق مختلفة، إما بالزلزال أو على يد داعش أو على يد إسرائيل، ولكن أيضا إيران هي مستمرة بالتمدد داخل التراب السوري، وإسرائيل مستمرة باستهداف الأراضي السورية واستباحة الأراضي السورية دون أن تحرك الجامعة العربية حقيقة الأمر من إدانة القصف الإسرائيلي أو حتى يعني إدانة استخدام إيران للأراضي السورية كمستودعات سلاح لها. يعني سوريا أصبحت ساحة لتخليص الحسابات ما بين الدول. نعم ما بين بشكل أساسي ما بين إيران وإسرائيل على حساب أبناء الشعب السوري. اليوم أنا كسوري هل تعتقد بأني سعيد عندما تقصف إسرائيل المناطق السورية أو حتى قوات الدفاع الجوي أو حتى مناطق لها علاقة بالجيش السوري أو قوات النظام؟ بالنهاية هؤلاء أبناء الشعب السوري ويستهدفون من قبل إسرائيل، ولكن إيران هي التي تعطي الزريعة لإسرائيل لاستباحة الأجواء السورية لاستباحة الأراضي السورية. كلنا نعلم حجم المعاناة في سوريا الآن سيد رامي بعد الزلزال الذي ضرب المناطق الشمال السورية، والآن القصف الإسرائيلي، ألا يوجد ربما أي تحرك دولي لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية؟ يعني يجب أن يكون هناك تحرك عربي بداية، ويردع إسرائيل عن يعني استمرار استهداف التراب السوري وتحت ذريعة إيران، وأيضا دعني أقول لك وإلى إيران. سيد رامي، لو تعطيني فقط أقل من ثوان لأنوه لهذه الصور التي أتتنا لأثار الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي على منطقة في دمشق. نتابع معكم هذه الصور وحجم الدمار الهائل على أثر القصف الإسرائيلي الذي كان في ساعات الفجر الأولى، كما نشاهد حجم الدمار الهائل. سيد رامي، عود إليك، تفضل أجب على سؤال تحرك دولي، ألا يوجد أي تحرك دولي لوقف هذه الانتهاكات برأيكم؟
من تتحرك الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال، يعني من روسيا المشغلة بحربها على أوكرانيا، من سيتحرك؟ إن لم تتحرك الدول العربية حقيقة الأمر وتكون هي صمام أمان لسوريا، لن يكون هناك أي تحرك دولي. يعني نحن نعتقد بأن الدول العربية هي الحاضرة لسوريا، هي التي من الممكن أن تتحرك وتردع إسرائيل عن استباحة الأراضي السورية. ولكن دعني أقول لك بالنهاية، سوريا هي يعني يوجد فيها قوى احتلال مختلفة، يعني سواء القوات أمريكية، روسية، تركية، إيرانية وإسرائيلية في الجولان المحتلة، يعني سوريا محتلة من قبل خمس قوى موجودة على التراب السوري. السيد رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري، كنت معنا من كوفنتري عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.